نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر من عند لعيبة الفريق في نادي الزمالك اللي خاضوا تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران اللي كان امبارح على ملعب النادي استعدادا إن شاء الله لبطولة كأس السوبر المحلي. أدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال قبل تقسيم الفريق لمجموعتين عشان يكون فيه تدريبات خفيفة بالكرة قبل بداية الفقرة الفنية مع مستر جوميز. والجهاز الفني يعني امبارح كان فيه رفع للحمل البدني شوية للعيبة بشكل تدريجي وفقا للبرنامج التدريب الموضوع لكل اللعيبة عشان يكونوا جاهزين على المستوى البدني بشكل كويس قبل مباراة كأس السوبر المصري. الخبر اللي كلنا طبعا مبسوطين بيه وعندنا ثقة كبيرة فيه ان تدريبات الفريق امبارح على ملعب النادي كانت شهدت مشاركة وعودة محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك واحسن المدافعين في القارة الافريقية، رجع للتدريبات مرة تانية وامبارح كان فيه بالنسبة له تدريبات بالكورة قبل ما يخوض برنامج تأهيلي منفرد عشان يكون جاهز ان هو يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية. وكان الونش خضع لفحص طبي في ألمانيا تحت إشراف الطبيب اللي أجرى ليه جراحة الرباط الصليبي، وهتكون مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية إن شاء الله بعد 4 أسابيع من دلوقتي. وكمان الونش مدافع الفريق كان رجع من ألمانيا مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال الساعات اللي فاتت بعد ما كان موجود هناك عشان الطبيب يطمن عليه ويحدد له موعد عودته مع نادي الزمالك خلال الفترات القادمة. نروح لسيف الدين الجزيري مهاجم فريق نادي الزمالك اللي غاب عن مران امبارح على ملعب النادي بسبب سفره الى بلاده للانتظام في معسكر المنتخب التونسي، وهيستعد منتخب تونس لمباراتي جزر القمر المقرر ليهم يوم 15 و11 اكتوبر الحالي في الجولتين الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا 2025. يعني سيف الدين الجزيري واحد من اهم المهاجمين في الكرة المصرية ونادي الزمالك، وأداؤه صراحة يستاهل ان هو يتوج بالانضمام لمنتخب تونس، واكيد بالتوفيق لمنتخب تونس امام منتخب جزر القمر خلال المباراتين القادمتين. كمان المغربي محمود بن طايج الظهير الايسر للفريق كان خاض تدريبات منفرده على هامش المران امبارح، وهيخضع بن طايج لبرنامج تاهيلي تحت اشراف كابتن عمرو المطراوي اخصائي التاهيل بسبب معاناه اللاعب من بعض الاجهاد العضلي خلال الفتره الماضيه. محمد عبد الشافي يعني اسطوره نادي الزمالك وظهير الايسر العصري لنادي الزمالك كان ليه برضه امبارح تدريبات تاهيليه على هامش المران، وخاض اللاعب تدريبات تاهيليه تحت اشراف الجهاز الطبي في اطار البرنامج اللي بيخضع عليه بعد خضوعه لجراحه الرباط الصليبي في وقت سابق من اجل تجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعيه. عبد الشافي حاليا في المرحله الثالثه من البرنامج التاهيلي عشان يكون جاهز بالشكل الأمثل من الإصابة خلال الفترات القادمة.